الله يرحمه أخوي وصديقي علي الغرير، للأمانة يعني عطانا رسم الابتسامة على كل صغير وكبير، رسم الابتسامة على كل طفل، على كل شخص مسؤول. يحبون المسؤولين الكبار ويحبون الصغار. أنا كنت أتمنى من وزير الإسكان قبل ما يحصل الشقة أن يقدم له نصيحة. هذه اللي احنا نفتقده اليوم كمواطن بحريني، كشخص عنده أسرة مكونة من 4 أشخاص أو 5 أشخاص، بدل ما تنصحه أنه يتوجه للوحدة الإسكانية. صارت النصايح اليوم في وزارة الإسكان، إذا تبي طلبك يمشي بسرعة أخذ شقة إسكان، أنا بصرفها لك اليوم قبل باكر، ألغي طلبك من الإسكان. صارت هذه التوجيه.